والبداية من ولاية البيض، أين يعكف شباب من الجنسين وبمبادرات ذاتية على تحويل الصوفي الذي كان يرمى في المزابل إلى ثروة ناعمة متعددة الاستعمالات، فتفننوا في صنع الزربية والبرنوص وزينوا باحات البيوت وساحاتها بأفرشة ووسائد، وحلمهم الوحيد أن يتحصلوا على مقر ملائم لتطوير حرفة المنسج التي أصبحت مقتصرة على العجائز ومهددة بالزوال. نور الدين مهداوي ومزيد من التفاصيل. محطة الشهور بتتفرد من شاهد هذا البرنامج أحس التمور أسيل. هذه أكوام الجلود المكسوة بالصوف ترمى بالمزابل دون أدنى استغلال قبل أن يبادر مجموعة من الشباب على جمعها واتباع جملة من الخطوات لتحويلها إلى ثروة ناعمة متعددة الاستعمالات. هذا الجلود هذا نلمدوهم ونخنزوهم ونقلع الصوف من الجلد، وكان الجلود اللي ننشرهم معناتها نخليهم يفسوا من بعد نستعمل العمليه التقليديه. اتباع الطرق التقليديه لاستغلال الصوف تبدا بعمليه تنظيفه وتجفيفه ومن ثم بشمه وحلحلته قبل عمليه القردشه، ليتحول بعدها الى الياف متجانسه ناعمه قابله للصبغ والنسج بواسطه المنسج الخشبي الذي اصبح مقتصرا على كبيرات السن ومهددا بالزوال. اشتقنا من النعجة ونقسلوه ونبشموه ونقردشوه ونقزلوه ونسبقوه نديروا جلاليب نديروا البرانيط. صوفنا نقسلوه وزح نقسلوه ونبشموه ونمشطوه ونقردشوه ونقزلوه ونسبقوه ونبدوا ننجو الناس. بنا الضروك والو راهم يسيقوا ويديروا المضربات ما يديروش الصوف. عند الكبارات الصقارات راهم ما عندهم خدمه لها. الوجه الثاني لاستغلال ماده الصوف بمنطقه البيض تتم بواسطه المنسج الخشبي الالي المتوارث، والذي يستغل في صنع الزربيه التقليديه، وهو في العاده مقتصر على الرجال. الخشبة هذه ورثناها من عند الصديق تاعي من عند بواه، وانا تعلمت معاه عندي واحد السنوات، عندي واحد 5 سنين ولا 6 من حيت راني معاه ورانا محافظين عليها. انا راني نقل في القزل نقل له كيما هاك باهي يخدموا بهم. هذا القزل جيبه لي الشعب هذا انا نصبغه صباح هكذاك. استرجاع مادة الصوف وإعادة رسكلته شكل هاجس وتحدي جديد عند السيدة مشري، التي قامت بشراء كميات وفيرة من الصوف من عند الموالين ثم حفظتها داخل مستودعات ملائمة بعد إزالة ما علق منها من مواد جافة ثم وزنها وإعادة وضعها داخل أكياس ملائمة من حيث الحرارة والرطوبة لتبدأ بعدها مرحلة الاستغلال الصناعي. اخترت هذه الحرفة يعني أولا أنا في طبعي نبغي الصوف كمادة أولية، ونعرف باللي الصوف يعني عنده فائدة لأنه طبيعي خير من هذاك اللواط اللي رانا نجيبوه مصنوع من البلاستيك ومستورد وما نعرفوش حتى ما بقى من واش راهم خادمينه. يعني حاولت نتواصل مع الموالين وقلت لهم يا ودي هذا الصوف اللي راكم تقولوا رانا نقيسوا فيه أنا إن شاء الله بإذن الله أنا نديه عليكم ونخدمه، يعني علاه نقيسوه نخدمه. تبدأ دورة تحضير الصوف بعد تجميعه على الموالين بتنقيته وتنظيفه وغسله ومن ثم تجفيفه
في شروط تقنية لا تتعدى 45 دقيقة، ليتم بعد ذلك قردشته وتحويله إلى طبقات ناعمة. أول مرحلة نقوم بها في تحضير الصوف هي أننا نقوم بنفض الصوف، يعني ننفض الصوف في الفرز، يعني هي عملية فرز في نفس الوقت هي نفض، يعني ننفضه من البقايا تاع الحيوانات وخاصة الأتربة. الأتربة وأحيانا تكون هناك مثلا بقع. بعد ما نكملوا هذيك عملية تمشيط الصوف ويخرج جاهز يعني ونظيف 100%، وبالمرحلة هذه ما تقعد فيه لا ريحة لا شوائب. محترفو مادة الصوف بالمنطقة يشتكون غياب الدعم والتشجيع، والقاسم المشترك بينهم غياب مقرات ملائمة لمزاولة النشاط. أنا راني نعاني من ضيق المحل، يعني هذا راني كارياته، رافد لي برك الآلات، وكما الصوف راني كارية له ثاني في جهة واحدة أخرى، يعني راني نعاني من ضيق المحل، وثاني ما عنديش اليد العاملة. تمت هذه العملية ب 12 شاب، الحمد لله شباب متطوع، شباب فيهم الطلاب فيهم، ولكن من شافوا العمل والتضحية جاوا يخدموا معنا في ظروف قاسية. لقي واحد من المحسنين كثر خيرها عطينا هذه البلاصة نخدموا فيها، كانت عطينا الدولة كانش بلاصة باش وزين ولا نخدموا فيه، باش كاش ما الشباب يجي يخدم على روح. خاصنا بلاصة وين نخدموا، الدولة وكان تعطينا بلاصة نبنوا فيها نرانا غير كريم. أنا جيت باساجينا مع الطريق، شت هادو عجبوني تاع حاجات تقليدية، حاجات تاع الصوف حاجات تقليدية، ندي في الدار نحطهم هكا. وفي غياب الدعم والتشجيع تبقى ثروة الصوف بمنطقة تتوفر على 2 مليون رأس من الماشية مهددة بالضياع. لبرنامج مراسلون كان معكم نور الدين مهداوي.